اسم حسن الحيني، نائب الرئيس الجمعيه ديال مدرسه الشريف الادريسي بمدينه العريش، اولياء الاباء الشريف الادريسي بمدينه العريش. اول حاجه كيفاش تلقيتوا الخبر؟ يعني انتم كيفاش وصلكم الخبر اول مره؟ الخبر اللي تلقيناها جات مفاجاه من داخل المؤسسه والجمعيه، اولا الاباء والاولياء ديال التلاميذ. شهاده لا حول ولا قوه الا بالله. كيفاش كان الاثار، يعني الاثار والصدمه اللي وقعت على المؤسسه والموحد ديالها، يعني والاباء التلاميذ مثلا والاباء، يعني كيفاش عاشوا هذه الفاجعه هذه؟ اخص ان احنا عرفنا بان الاباء ديال هاد المدرسه وديك الشيء خرجوا في مسيره وتضامنوا مع الفاجعه ديال الوليد. اول حاجه بالنسبه لجمعيه الاباء والاولياء ديال التلاميذ مدرسه الشريف الادريسي، كإنسانية يقوم لك إنسانية، عمل إنساني مع الأم ديال الطفل، لأن الطفل محسوب على المدرسة ديال الشريف الإدريسي، وهذا الشيء اللي عملنا حنايا كإنسانية مع بعضياتنا. وش نقول لك، خاطر هي ما تحلل شي حاجة ما تلقاش الحل ديالها، لأن الشهادة الفجعة هذه ألمت سكينة مدينة العرائش، وألمت السلطة، وألمت الأمن. وكيفاش كان الوليد، يعني كيفاش دابا كيتذكروه؟ يعني هو كيفاش كان في المدرسة؟ يعني الناحية ديال المدرسة كان القسم الثاني، هو وعمر ديالو 7 سنوات. القسم الثاني يعني في المستوى، القراية ديالو في المستوى، الأخلاق ديالو في المستوى، يعني ماشي شي طفل. والصحة ديالو يعني تا في الهيئة ديالو، يعني كان هذا، كان قدر الله وصافي. كان الأثر، يعني الأثر ديال الفاجعة ديالو كان قوي على الأصدقاء ديالو وعلى الأساتذة ديالو التربويين المؤطرين، وكذلك الآباء والتلاميذ ديال المؤسسة. تماما الدراري صغاري. واش عملتوا؟ واش وقفتوا شي دقيقة يعني ترحموا على عملنا واحد الدورة تحسية قمتوا بها بالنسبة للتلاميذ، يعني الآثار النفسي ولا من ناحيه ديال اللي استقرحنا الاخبار ديال هاد الفاجعه هادي. اول حاجه اللي درناه هو درنا واحد الدوره تحسيسيه للاقسام بجمعيه ولا رئيس المؤسسه ولا اطر التربويه، مشكورين لانهم عاونونا وسهلوا معنا الامور، وحنا سهلنا معهم الامور باش وصلنا لهذوك الاطفال كيفاش يحسوا بان ما كاين حتى شي حاجه، لان وصلنا لواحد التعبئه لهذوك الاطفال. والحمد لله الاطفال بقاو في المؤسسة ديالهم، كيمتزمو بالمدرسة ديالهم، سواء القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس. المؤسسة كما قالت الأم ديال المرحوم العطيف، ولا جدها ولا الخوالة، كتقول لك حنا مشكورين الجمعية ولا الساكنة بمدينة العرائش ولا السلطة المحلية ولا المديرية ديال الأمن، الشكر الجزيل، والمجلس البلدي، اللي هذا الحادث هذا كان داخل المدينه بالنسبه للجميع الساكنين. كان اختبار يعني اختبار القدرات تماما، لان السلطه ولا الامن الوطني ولا المجلس البلدي الحمد لله تفاعلوا مع الحادث هذا، والحمد لله وصلوا واحد الرساله نقولوا مثلا المدن الاخرين بان راها مدينه العرائش مدينه السلم. الحمد لله انت الشيء الاقبال كما تقطع، كيفاش تجمع ديك الكون ديال هذيك الساكنه مدينه العرائش بالسلطه المحليه، بالامن الوطني، بالمجلس، الاعضاء ديال المجلس البلدي، يعني كلشي تفاجأ بدل، والشكر الجزيل لهم. كلشي تضامن معكم وكلشي تضامن معكم. تماما هذه النقطه اللي غادي نوصلها بالنسبه كعريشي كولد مغربي، بان الطفل هذا الحمد لله تجمع بالساكنة المدينة العرائش، تجمع بالسلطة المحلية، تجمع بالمديرية الأمن الوطني. الدور ديالكم كيبقى كجمعية آباء هو دور تربوي، يعني كتعتني بالتلاميذ والأطفال ديالكم، يعني اللي باش ما يوقعش لهم واحد الآثار والآثار النفسية والآثار.